خلينا نقول الاول هنبدا في طريقه تخزين الباميه. هنعمل ايه في الباميه الجميله دي لو عايزين نخزنها؟ طبعا اهم حاجه ننقي وحدات الباميه تكون قد بعض، يعني انا دلوقتي هعمل حجم واحد هنقي اكياس تتعمل من هذا الحجم. هنقي الصغيره اللي هي الاكسترا زيرو زي اللي بنشتريها من بره هعملها لوحدها. ليه؟ علشان احنا نقدر يعني زي ما بيقولوا كده ايه، لما نخزنها تاخد كلها نفس التسويه وتبقى في منها احجام موجوده عندنا كل الاحجام اللي بنحبها. طيب هنتكلم عن تخزين الباميه. تخزين الباميه انا مش محتاجه فيه غير انه يبقى في ميه سخنه فيها شرايح من الليمون زي اللي موجوده هنا كده، وانا بسخن الميه دي كويس وهحط شرايح ليمون وليمون كمان فريش في الميه بتاعه الايه الميه دي، الميه اللي هعمل فيها نزل فيها الباميه بس كده، معلقتين من عصير الليمون الفريش وكام شريحه من الليمون. انتوا ما سخنتوش الميه قبل ما اجي ليه يا حبايبي؟ ايه يا نودي؟ ماشي هبدا بقى. بصوا جبنا الباميه، بصوا هنقمع البامية عادي، انا هوريكم واحدة برضو واحنا بنقمعها. لا هو مطفي بس ماشي. بصوا هنوريكم طريقة التقميع عشان برضو نبقى عملنا كل الحركات. بسم الله. طب ايه هقمعها بالسطور ولا ايه؟ فين السكينة الصغيرة؟ هاتولي سكينة صغيرة. يلا تمام. البامية طبعا بنقيها زي ما قلنا، انا هاخد مثلا الحبات اللي هم احجام متساويه كده جنب بعض، دول يبقوا في كيس لوحده. طبعا الباميه دلوقتي الموسم بتاعها، هنشيلها زي ما انتم عايزين. طبعا بنشيل الجزء اللي في الظهر ده عادي، بنقطع منه حته صغيره ما بنسيبهاش كده وتتقمع. الباميه اللي بنعمل منها المجففه عاده بنميل للباميه الطويله قوي اللي بيتقال عليها الويكه وبنجففها. هوريكم بقى طريقه التجفيف كده. هو محمد عمل لي الخيط فين؟ فين محمد؟ نادولي محمد. بصوا بقى، هو هعمل مع حضراتكم دلوقتي واحده زيها. فاكرين زمان كانوا اهالينا بياخدوا الباميه ويبداوا يحطوها في الخيط وياخدوها يجففوها في الشمس، خلاص بتجف وتبقى ناشفه زي ما بنعمل الملوخيه بالظبط، زي ما بنجفف اوراق الملوخيه ونعملها ملوخيه جافه. عقاد الورد بتوع الهواي صح. هي احلى. لان هي فيها احمر. طبعا الباميه الحمراء دي على فكره تتزرع في الهند عشان تبقوا عارفين، وبتبقى ليها وصفه جميله جدا عند الهنود. ان شاء الله مره برضو نعملها، منكهات وتوابلهم رائعه جدا. فانا هعمل كذا عقد منها كده عشان اجففها عندي في البيت لو انا عايزه اكلها بالطريقه على طريقه اهل السودان. تمام. تحية طبعا ليهم، ناس كتير بيتابعوني الحقيقة منهم. وبخليها زي ما هي بالعنقود بتاعها، ما بشيلوش، لكن لما اجي اخزنها هخليها من غير العنقود. طبعا المية هنا بس انا مستنية تسخن، ومحتاجة البولة اللي فيها مية وتلج يا ندى. تمام. طيب ابص عليها، وهحتاج الخيط اللي محمد خده تقريبا، فك بالخيط معرفش راح فين. اوكي ناخد كده المية دي، مية متلجة، لأن هطلع البامية هنزلها في المية اللي كانت تلج وساح عشان أوقف التسوية بتاعتها. طبعا عندي هنا أكياس تلاجة. أيوة بصوا بقى، بدأت تسخن المية. هاخد كده كمية البامية، ومعانا أستاذة منال. يا أهلا وسهلا. صباح الفل. صباح الفل على عيونك يا حبيبتي. والله العظيم على التقديمه الجميله وعلى المعلومات القيمه وعلى شكل الباميه اللي فعلا منوره، اللي تخلي الواحد النهارده لازم ينزل يجيب باميه. يا حبيبه قلبي صحه وهنا على قلب حضرتك. والله عارفه فيها بهجه، والنهارده الحلقه كده كلها بهجه فعلا. حبيبتي بهجه والله عشان حضراتكم. وعارفه حاجه كده مريحه، انا بفتح دلوقتي لقيت الله اكبر، يعني كل حاجه حلوه وحاجات خضراء والباميه شكلها حلو. وبعدين انا قاعده مستمتعه، قلت الملح اكلمك بسرعه يا حبيبتي اركز معاكي. ده شرف ليا على فكره. حلقه السمك الاسبوع ده، وهنعمل لحضرتك الكاليماري المحشي علشان خاطر حضرتك حبيبه قلبي الاسبوع ده ان شاء الله باذن الله.
انت بصراحه عظيمه يا شيف، عظيمه. يا رب سعد قلبك مدام منال، والله اسعدتيني. صباحك زي الفل حبيبتي، حبيبتي ألوان عدم تبعك اهو. صباحك رضا من رب العالمين، تسلمي لي وميرسي لمكالمه حضرتك جدا، شرفتينا ونورتينا حقيقي بجد. شكرا لحضرتك ولكل متابعينا لحد استراليا، لحد مدام سوريا حبيبتي ببعت لك تحيه كبيره جدا. بصوا بقى يا دوب نزلت، انا مش عايزاها تغلي. بصوا اول ما الميه سخنت هشيلها بقى، انا مش عايزه المخده او الماده اللي فيها تنزل. هنزل في الميه الساقعه على طول، ولازم اجففها كويس. لازم اجفف الباميه دي. يعني ايه اجففها؟ يعني انشفها كويس في مصفى، او لو عندي حتى زي الشاش او ورق مناديل كده تنزل توقف التسويه على طول في ميه بتلج. خلاص دي انسب طريقه لتخزين الايه الباميه في الفريزر. خلاص هنعمل بقى واحده ثانيه مجففه للي بيحب التجفيف ويحب الوصفات اللي هي القديمه عشان ما حدش يزعل مننا. اللعقات دي عايزه اقول لكم رائعه. انا هو محمد راح فين يا اولاد؟ انا خايفه يكون اتخطف ولا حاجه وهيطلبوا فديه. طب انا محتاجه الخيط، ممكن يبقى بره، ممكن يبقى قاعد بيتشمس ولا حاجه. الخيط والابره. بصوا بقى هنشيلها كده تنزل في الميه المتلجه عشان تحافظ على الخضار بتاعها زي ما حضراتكم شايفينه اهو زي ما هي. تبرد بس شويه وبعدين هبدا اخد كده ورق مناديل وهصفيها برده في طبق تاني كبير عشان تتنشف. لازم تنشف عشان ما تعملش الميه اللي عليها دي كتل تلج لما تدخل الفريزر مع الاكياس التلاجه اللي احنا هنستخدمها. خليني كده اجيب من هنا طبق، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط عليه الباميه دي اللي احنا جففناها على المناديل. تنشف بس والميه دي تتشر، يعني تنشف تماما، وبعدين ايه هنا فين الابره؟ تمام، لضموها. تمام بسم الله. هناخد كده هنرفع بقى الايه الباميه هنا. طبعا انا حاطه شرايح ليمون وحطينا معلقه من عصير الليمون اهي. الميه المتلجه دي بتوقف التسويه زي ما حضراتكم شايفين، ونبدا بقى تنشف. نبدا نجيب اكياس ثلاجه، وزي ما اتفقنا احجام الباميه مهمه، يعني الحجم الوسط مع بعضه، الحجم الكبير مع بعضه، الحجم الصغير خالص مع بعضه، علشان يبقى عندنا كل الاحجام طبيعيه، باميه طبيعيه اهي. هسيبها هنا تنشف بقى كده، وبعدين نبدا ايه نحطها في الاكياس وتتخزن زي ما حضراتكم عايزين، تقعد بالسنه مع حضراتكم. خلاص عندي بقى الثانيه اللي احنا هنشتغل بيها في الخيط اهي. طبعا ابره نظيفه خالص جديده، الخيط ده خيط دوباره او الخيط الخفيف اللي بنستخدمه دايما في حاجات الكروشيه او الحاجات دي، يعني انا بحبه قوي عشان بيبقى تخين وجميل ويبقى حاجه نظيفه كده جديده. بصوا بقى هاخده وهاخد الباميه الجميله اللي احنا هننقيها علشان نجففها اهي. هنشيل بقى العقد القمر ده نحطه هنا كده، وهناخد من الباميه بالابره كده، وهبدا ادخلها في النص الباميه وانزل اهي كده في النص، ونعمل بقى العقد اللي حضراتكم شايفينه ده بالشكل ده واحده ورا واحده لحد ما تجف تماما ونحتفظ. الباميه المجففه دي لو تذوقوا طعمها لما بتجف وتطحن وتتعمل بيها الوصفه بقى اللي ايه انا هجفف دول وهوريها لحضراتكم في حلقه ان شاء الله، نعمل بيها وصفه حلوه جدا جدا زي بالظبط الملوخيه الناشفه. وبرده في حلقه مميزه عن الملوخيه علشان نحتفظ ازاي بالملوخيه وفي نفس الوقت نشتغل بيها وصفتين حلوين برضو اهو. هنبدا نعمل الخيط ده ونقفله، ونبدا بقى ايه نشتغل بعد كده نجهز للويكه. الويكه بقى فكرتها ان احنا بنجيب الباميه الطويله الرفيعه تتقطع شرايح مدوره خالص رفنعه، وبعدين بناخدها. هم هناك في اهل الصعيد بيستخدموا حاجه اسمها المفراك. المفرك ده بيبقى أداة خشب كده ليها جنبين طالعين بنفضل نلفهم، بس أنا ممكن أستخدم الواسك أو المضرب السلك هيأدي الموضوع. المهم إن هما ما يهروش البامية، بيدوها كده خبطة علشان تبقى
لينه ولكن ما تتهريش، يعني ما تبقاش مهروسه قوي. طيب معانا مدام ثريا، يا اهلا وسهلا. حبيبة قلبي مدام ثريا. احنا لسه. الو. سنة وانت طيبة يا يا روح قلبي وحضرتك بالصحة والسلامة. أنا مش مصدقة، أنا بحاول أطلبك وبعدين لقيتك بتقولي وأنا بحاول أطلبك، قلت أنا على قلبي حبيبة قلبي. يا حبيبتي ربنا يخليكي ليا، والله تسلمي لي يا رب. يخليكي يا ست الكل حبيبتي، وحشتيني وحشتيني قوي يا عظيم. حضرتك أكتر، والله يسعدني مكالمة حضرتك جدا. ميرسي، وكل سنة وعيد الهجرة كده طيبين يا رب، ويجعلها سنة مباركة علينا جميعا. حبيبتي أمين يا رب العالمين. أمين يا حبيبتي، كلك ذوق مدام ثريا والله. ميرسي، وتسلم إيديكي على كل اللي بتعمليه وبتسعدينا بيه يا حبيبتي. حبيبة قلبي تسلمي لي، حضرتك تسلمي. ميرسي مكالمة حضرتك، أنا مبسوطة بسمع صوتك. وأنا كمان، وربنا يسعدك يا رب. امين يا رب. كل السامعين حبيبه قلبي تسلميلي. ميرسي مدام ثريا، بشكر حضرتك جدا بجد، واسفين اذا تعبناكي عقبال ما توصلي لنا. طيب بصوا بقى، احنا عملنا خلاص الباميه، نحطها بقى في مكان في الشمس. انا بفضل الف عليها بس شاش خفيف، عشان لو في يعني هتحطوها في مكان مفتوح زي البلكونه مثلا، او لو هتحطوها في المطبخ لو المطبخ داخله شمس او تهويه، خلاص كفايه هي هتجف، بس هي الشمس بتبقى عامل مهم جدا. هبدا استعد بقى للويكه، لكن هنتظر لما نرجع من الاستراحه، يعني هنطلع استراحه ونرجع نشتغل مع حضراتكم الويكه على الطريقه الصعيدي الجميله. اهل الصعيد تحيه ليهم من مكاني هذا، ولكل عماتي ولكل الناس اللي موجوده يعزوا عليا، واولهم ام جوزيف. واسمحوا لنا نرجع بعد الاستراحه نستكمل مع بعض الوصفه بتاعتنا في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه، نبدا في الشوط الثاني. بصوا بقى، اهم حاجه اطلع الهواء كويس قوي. في اكياس غير اكياس الثلاجه، بتكون اكياس للتخزين، هتلاقوها كده في السوبر ماركت، بتبقى اكياس ليها مكان كده بتتفتح منه، وهي اسمك شويه وخاصه بالتخزين. عشان نحطها بنفاكيومها، نشيل الهواء خالص ونقفلها. بصوا بقى تبقى رائعه. وهناخد بقى الاحجام، نعمل الاحجام الصغيره فوق بعض، نعمل على قد الاكله بتاعه حضراتكم، وتطلع من الفريزر على الحله فيها البصل والثوم، تتضاف على طول، ما تستنوش عليها تفك، لانها لو فكت هتنزل المخاط ومش هتبقى حلوه، هتلاقوا الصوص بتاعها مماي ماي بيقولوا عليه كده. طيب هناخد بقى الاعقاد الحلوه دي، هنعملها هنا عشان دول هنجففهم، وان شاء الله نعمل مع حضراتكم بيها وصفه حلوه. ونحط دول هنا كده، وبعدين نبدا بقى في الويكه بتاعتنا الجميله اللي احنا عايزين نعملها دلوقتي، عشان نبقى عملنا كل حاجه تخص الباميه. طيب هنبدا في الويكه. انا طبعا الويكه ممكن تتعمل بلحم مكعبات او بفراخ، في ناس تحب تقدم جنبها فراخ. انا النهارده سلقت مكعبات لحمه حلوه كده، وهاخد المرق بتاعها ونبدا نعمل عليها. هنزل مقادير مع بعض كده ونشوف مقادير الويكه بتاعتنا. عندي باميه متقطعه رفيع، شرايح رفيعه جدا، وعندي لحمه مسلوقه مكعبات صغيره، وطبعا المرق بتاع اللحم، بصله مبشوره مفرومه يعني، وطماطمايه متقطعه صغير، وعندي ثوم مفروم، عندي قرن فلفل حار حسب الرغبه، عندي عصير ليمون، مرق اللحم، وكمون وكزبره وملح وفلفل. طيب هنبدا بقى نعمل ايه؟ هناخد كده، بسم الله، هاخد هنا ادي اللحم وادي المرق. انا عايزه كده ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، اضيف المرق هنا، يغلي بس شويه، وممكن ازود عليه شويه كمان، عندي مرق اهو باودر، شويه ميه صغيرين. اوكي هنا، وهيتعمل لها طشه جميله جدا من الثوم والكزبره الجافه، هنحطها على وشها. في
في ناس بتحب تاخده تحطه في طاجن وتدخله الفرن، بس هي الطريقة بتاعتها بالمفراك في الحلة زي ما احنا هنعمل دلوقتي. نقلب تقليبة حلوة، نحط بس شوية توم مفرومين في وسط المرق. معانا مدام سعاد، يا أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماما أهلا بيكي. وحضرتك بألف صحة وسلامة يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب ويكرمك. الله يخليك حبيبتي. أنا وأنتي طيبين. كنت بس عايزة أسألك سؤال لو سمحت. اتفضلي. أنا لما بخزن الملوخية بتطلع غامقة قوي. مهما أعمل فيها كل الحاجات عملتها برضه بتطلع غامقة. ده في التخزين حضرتك ولا في طريقة العمايل نفسها؟ لا، التخزين. حاضر. بتطلع غامقة، الله يبارك. حاضر يا ماما، أنا أقول لحضرتك حالا من عيني. طبعا احنا الملوخيه في ناس بتحب تشيلها اوراق، وفي ناس بتحب تخرطها وتنزل لها شويه مرق او ميه. احنا بنضيف لها شويه من بيكربونات الصودا. بيكربونات الصودا دي هي اللي بتخليها تفضل دايما بتحافظ على الخضار بتاعها، ودي حاجه مهمه قوي من عند العطار. بنحطها وبتبدا تدينا اللون الاخضر، وبنشيلها تكون فريش وما نقعدهاش وقت طويل بره لانها بتتاكسد. اهم حاجه السرعه في ان انا اخزنها علشان يعني اديها التخزين بتاعها الصح. والبيكربونات الصودا دي بتحافظ عليها جدا وعلى الخضار بتاعها. ان شاء الله مش هتسود، وانا هعمل حلقه عنها باذن الله حضرتك تشوفيها، وان شاء الله مش هتسود مع حضرتك تاني ابدا. بسم الله. بصوا كده هبدا اضيف هنا الباميه متقطعه زي ما حضراتكم شايفينها كده شرايح رفيعه. هي أكلة صعيدي ولكن جميلة، وكان نفسي أبقى معاها العيش الشمسي، لأن إحنا عايزين نعمل العيش الشمسي. بس إحنا طبعا يعني احتراما لأهل الصعيد إحنا هنعمله، بس اسمحوا لنا إحنا مش هنقدر نعمل الخميرة البيتي اللي بتتعمل ليه في الأساس من الدقيق والمية وتخمر كذا يوم. هنعمله من الخميرة الفورية علشان أهل المدن يعملوه، ويعني يبقى بسيط وسهل عليهم. معانا تليفون، معانا مين؟ معانا ام اسلام. يا صباح الفل. يا صباح الهنا. امني انا. حبيبتي منوره الدنيا، منور باتصالاتكم ومتابعتكم والله. خليك يا حبيبتي، وحشاني مش قادره اقول لك قد ايه. حبيبه قلبي حضرتك اكتر والله. ربنا يخليكي، وعايزه اشكرك على حلقه الفطير الشرقي. يا حبيبه قلبي، رائعه بجد، وميرسي كمان للشيف احمد. بجد الحلقه كانت حلوه قوي قوي، ربنا يبارك لك يا حبيبتي. يا روحي ربنا يخليكي يا رب. تسلمي. يخليكي. طلباتكم اوامر. كل جديد والله عظيمه. والله طلباتكم اوامر، والولد بصراحه يعني انا بشكره وبشكر كل حد ما بيستخسرش معلومه. ايوه فعلا. حقيقي. يعني الانسان اللي ما بيخبيش اي معلومه يعني ده بيبقى على راسنا من فوق. يا حبيبتي. يعني زي كده بجد والله ما بتخبيش اي حاجه. لا ما اقدرش. لا انا ما اقدرش. انا يكفيني الدعوه الحلوه دي اللي من القلب، دي احلى حاجه في الدنيا. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، كنت برضو زي يعني ربنا يديكي طولة العمر. امين يا رب. قدري الله يرحمه. الله يرحمه. برضو ما كانش بيخبي علينا اي حاجه خالص حبيبتي، ربنا يرحمه كتير قوي بجد. يعني الله يسعدك. مقاديرك وكل حاجتك حلوه قوي عظيمه بجد حبيبتي والله. ربنا يخليك يا رب، ما تحرمش منك. يديك الصحه والعافيه يا رب. امين. احنا وانتم حبيبتي، نور بوجودكم. تسلمي لي يا ام اسلام، تسلمي لي، تسلمي حبيبه قلبي، شكرا ليك والله. كلامكم ده على راسي من فوق بجد، بيفرق معايا جدا حقيقي. احلى حاجه في الدنيا الارزاق دي، يعني كل واحد بياخد رزقه من الدنيا، بس في ناس ربنا بيختصهم بمحبه الناس، فدي نعمه كبيره جدا جدا جدا. انا بشكر حضراتكم، بشكر ربنا قبل اي حاجه، وبشكركم بجد على محبتكم. خليني بقى اخد دي، انا هشوح هنا معلش البصلايه بالثوم، وهاخد الفلفل الحار هنا. عايزه اسيبها تغلي غلوه هنا الاول، وبعدين هضيف ده وهفركهم مع بعض. اكتشفت ان الطعم بيبقى احلى من اني اشوح البصل والثوم والفلفل وبعدين اضيف الباميه واضيف المرق وهكذا. حسيت الموضوع بيبقى هنا كده ليه طعم مختلف. يعني هي الطريقه حقيقيه ثابته، ولكن التكنيك ممكن حد يحط يعمله بشكل مختلف. فانا حبيت بس كده ايه اطعم هنا، واحط رشه الملح والفلفل. بسم الله. هنا الريحه بقى هنا روعه، قرن الفلفل ده بيعمل برده ريحه حلوه قوي حقيقه يعني. والباميه تحب الثوم والفلفل،
الفلفل ده بيدي طعم جميل حتى في طاجن الباميه لو عايزينها بالصلصه. بصوا تشويحه حلوه. وهنا بصوا انا مسكت هو يعني يحل محل المفرك، بس هو موجود في ادوات الخاصه بالاماكن اللي بتبيع ادوات المطبخ، هما بيقعدوا بقى يعملوها بالشكل الجميل ده، بتبقى جميله بصراحه، ليها طعم رائع، طماطم مش كتير وده الاهم. معانا ام جوزيف، اهلا باهل الصعيد. اهلا بيكي يا قلبي، اهلا بيكي في الكل حبيبه قلبي. عامله ايه يا روح قلبي؟ الحمد لله، تسلم ايديكي. في العسل البدر اللي بتعمليها دي، احنا بنعملها طبعا باميه وشه كده، وبنعملها باميه بالعسل بتبقى تحفه برضه. الله الله على حاجتكم كلها جميله. ربنا يخليكي يا رب. ليا سؤال يا رب يخليكي. اؤمري اؤمري امر الله. هي كفته الرز الكربونات اللي بتتحط لها لكفته الرز بتتحط لما تيجي تستوي ولا تتحط وممكن تتصبع وتتشاف؟ اللي هي ايه معلش؟ الكربونات، الكربونات لو حطيت معلقه كربونات على الكفته ام رز وصبعتها وشلتها هتبقى احسن، ولا اعملها طازه لما هي تيجي؟ هي اعمليها طازه، ليه تشيليها؟ مش هتبقى حلوه. ممكن اذا حابه تضيفيها ضيفيها من غير ما تخزنيها، يبقى على الاستخدام بس. طيب ماشي حبيبه قلبي. تسلمي يا ام جوزيف، تسلمي يا حبيبه قلبي. العفو يا حبيبه قلبي. انا حطيت الكزبره كمان. بصوا بقى ده عايزه اخليهم يغلوا غلوه كده، ورشه من الكمون. طبعا اللي عايز يضيف معلقه سمنه حاجه ترجع لحضراتكم. انا هنا بس بحط نقطه واحده عصير ليمون، مش هخليها تغطي على الطعم ولا حاجه، بس بتفرق قوي عشان الباميه. وحطيت اللحمه، اللحمه مسلوقه مستويه. هن ايه ننزل الخليط ده في وسطيها، معلش عشان انا عايزه اقلبهم كده مع بعض. لسه هتستوي، داخله على مرحله السوى، لسه الباميه ما استوتش. واحنا مع بعض كده، وهنعمل لها طشه كمان من الثوم والكزبره الجافه. ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم.